على بركة الله نبدأ أولى مباريات التصفيات الأولى بين نادي الزمالك ونادي شباب الويلي. اخترت فين يا عم هذا؟ اختار الزمالك. نادي الزمالك هيبقى على اليمين ومركز شباب الويلي هيبقى على الشمال. ربنا يستر، الله على الحامل الحكم، ربنا يستر. كام؟ 32 دقيقة. يبدأ الشوط الأول، الكورة مع عبد الله وعلى خط المرمى، ويديها لتيفا. تيفا لهيثم، وهيثم بيعملها عرضية حلوة. كرة مع الجون، حارس المرمى. عليا لعبها هيثم عند عبد الله. يلا تيفا، تيفا داخل تطلع اوت. كرة طويلة، مصطفى شرقية يطلع رد، كرة عليه داخل شباب الويلي. حلوة، لعب بالعرض عند حبيب، تخبط في ظهر حبيب وداخل بوحة، بيديها لعبد الله، وعبد الله ماشي، وعبد الله بيطلع من اتنين وما حسبش حاجة الحكم من أولها. اداله الفرصة، ادى الفرصة. طب كويس، ادى الفرصة، اتاح الفرصة. حلو مصطفى، حبيب داخل، يا عم اتحركوا من نص. شباب الويل ماسك الكرة، كرة مع شباب الويلي، ماسكين كرة داخل حسن، عبد الرحمن براسه داخل شباب الويلي مع مصطفى، ماسكين كرة. بيوزع كرة وطول الحبيب، حبيب يمسك، برافو حبيب. بالعرض كرة طويلة، شباب الويلي ماسك الكرة، محتفظ بالكرة، حلوة، بيباصوا لبعض، حلو. حلوة حسن، وحسن بيعدي، برافو حسن، هوبا فاول على حسن. فاول جنب الراية، ولا لعبها شباب الويلي، كرة طويلة وداخل بيكا، يطلع ويلعبها بالعرض،
وده بوحة ويطلع حبيبي. حبيبي اللي طلع بوحة هيلعب ضربة المرمى. حلو يا بوحة ليك كرة طويلة. يلا لو يلا يا عبد الله. ايه يا عبد الله التمام كده باين؟ مش شايف. لا لا باين 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 حلو. طيب جميل. وهادي هيلعب الكرة. ودي الكرة بتاعت هادي. دي الكرة بتاعتك يا هادي. عايزين جون يا هادي من الكرة دي يا هادي. دي الكرة بتاعتك دي اللي انت مشهور بيها في زاوية البعيدة. يلا يا هادي يا لعيب. وهادي 22 وداخل وداخل هادي ويلعبها حلوة في الزاوية القريبة. كانت عايزة في البعيدة يا هادي. مش هتيجي كورة فرصة دي تاني. هوبا وداخل هيثم. وهادي داخل بالعرض. يا عبد الله ايه يا عبد الله. هوبا الواد ده فاضي فاضي لوحده. شاب الواد الواد فاضي ومعهوش حد وبيعدي. حلو يا بيبو لعيب وبيعرض. حلو يا بيبو. انا ملاحظ ان شباب مركزين والعيال واقفين في اماكنهم صح. تروح للحبيب. حلو يا بيبو وبيلعب كرة عالية. الله وتروح لعند حبيب وحبيب يحتفظ عليها ويسيبها تطلع بره اوت. عبد الرحمن هيلعب ضربة المرمى. يلعب يا شرقية بقى. يا لعيب يا حسن. وحسن ينقط يطح منه. اضغط يا عم يا مصطفى. ومعاه وبوحة داخل. حلوة بوحة لعيب ويعدي. ولا ده بيكر. حلوة بيكر. كرة يلعب اوت لوحده ويلعب كرة جميلة تعدي من فوق العرض. بوحة هيلعب ضربة المرمى داخل. كرة طويلة تروح عند عبد الله ومزوق ويتحسب فاول. وهيثم هيلعب الاوت. فاول فاول. فاول في الكادر هنا. حلو يا هيثم. يا لعيب يا هيثم يا لعيب يا هيثم يا ولد يا لعيب. بس الجون يطلع. بالعرض هيثم وداخل طلع. حلو يا هادي. وهادي يطلع. ايه يا جماعه في ايه؟ امسك كرة هادي التمسك بالعرض. طلعت اوت.
كرة ضربة مرمى وداخل عبد الله مراد تلعب علينا يا عبد الله لورا بوحة داخل حلو عند عبد الله تاني العب على الجون يا عبد الله العبوا على الارض يا جماعه هوبا حلو مصطفى لعيب مصطفى لعيب بيدي مصطفى شلبي ضربة مرمى لصالح شباب الوائل بيلعبها داخل وتعدي وراح الهيثم وحلوه يا هيثم حلوه يا عم اتحركوا بقى مصطفى تروح تاني لشباب الوائلي بيعرضوا بيلعبوا كور بالعرض جميله قوي ويا داخل هو مش عايزين بلن مش عايزين بلن طلع ويطلع مش حد في النص ولا ايه حلوه شباب اللي ماسك الكرس وشكلهم احلى الكرات العرضيه بتاعتهم حلوه كرة فاول حلوة وتطلع فوق العارضة ضربة مرمى لعبوا على الارض ولا كرة عدت على الارض بوحة داخل هيلعب ضربة المرمى تلعب طويلة داخل حسن ما بيشتركش حسن تخش على هيثم تروح لهيثم بيديها له حلوة يا حسن وراحت لحسن جميلة الكرة اللي حسن مستنيها من الصبح ويجيبها تاني حسن تيجي في ايديه والحكم ما يحسبش حاجة وبيبو داخل وعبد الرحمن وتقلش وحلوة وعبد الله بيطلع بص ده الواد الوينج الشمال ده مش معاه حد خالص سايبينه لوحده مش عارف ميكا ضامن من جوه يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا مؤمن يا لعيب يا ولد يا مؤمن ايه الحلاوه دي يطلع كوره جون اكيد مؤمن عمال مستواه بيزيد من مباراه لمباراه وكوره تاني واتلعبت وبوحه يطلع هوبا ايه بوحه ويطلع تاني بوحه يطلع هيثم داخل بيكا حلوه بيكا معاه يطلعها اوت برافو يا مؤمن مروان هيثم داخل بيكا داخل عبد الرحمن روح لحبيب والواد ياخدها من فوق حبيب جول والجول الاولاني ياخدها من فوق حبيب ويجيب الجول الاولاني كره سهله جدا 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 معرفش يطلعها بوح جه يطلعها دخلت جول العب على الارض بقى يا عم ايه
تتلعب اي كره في اي حاجه في اي حاجه بيديها لهم تاني. ايه يا مصطفى داخلين على بعض وانقطع طول عليها حسابها بول على شباب المعنى شباب الوي قوم يا بيك قوم داخل عبد الرحمن بيلعب كرة مش حد بيشترك خالص في الكرة العالية دي خالص ولا كرة عالية بتاعتنا وهيثم بيتلخم ويلعب بيكا بيطلع يا رب نلاقي بعض بقى كده ونباصي بعض بقى ايه حسن ده هيثم حسن ده هيثم مش حسن كرة اوت للجمارك وهيلعبها بيكا بنفق مش حلو مش وياخدها من اضغط وتروح تاني مره يعدي من حبيب هو يا حبيب طلع يا حبيب حلوه يلا بقى يلا عدي منه العب العب على الصفاره هيثم يعدي حلوه يا هيثم ادي لحد بقى يا راجل لو تبصيها حلوه يا هيثم لو تبصيها انت دي مصطفى وداخل في داره ويعدي مصطفى وتطلع اوت كرة طويلة من شباب الويلي يا عم بيلعب بالعرض هما ماسكين خط النص الصراحة والله عامل زي ماتش تروح من عبد الله اوت لشباب الويل تروح لا تروح عند مؤمن مؤمن ما تشوتش جامد يا مؤمن والمشكله ما حدش بيشترك مع الكره العاليه بتاعت مؤمن دي خالص وهم ورا اكتر من خمس انفار حبيب بيعلي فوق تاني تروح لبوحه مصطفى شرقية فاول لمصطفى شرقية يلا بوحة بوحة يلعب في الجون يا عم في السما فوق يا حسن لا 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 ويعدي من بيكا داخل بوحة بيلعب الكرة مفيش حد في خط النص عندنا خالص
فاول. وداخل بوحه تاني. افتح لعب بوحه داخل وبيرفع مش لحد خالص تطلع اوت. حبيب هيلعب الاوت. فات قد ايه دلوقتي؟ تلاتة وخمسين. فات ايه؟ خمسين دقيقة. خمسين ايه؟ معقولة؟ اه والله. معرفة. عبد الله عبد الرحمن هو داخل المره دي على الفاول. يا مسهل. وهيثم بيعمل اي حاجه حارس المرمى بيشوط داخل هيثم. عبد الرحمن دخل مع مين؟ حارس المرمى دخل في مين اللي واقع؟ عبد الله ولا مين؟ عبد الله. مش مركزين. ولا مش مركزين. ولا كرة لعبوها على الأرض. الجون بتاعهم حلو. هما بيلعبوا كور عالية. بيلعب كورة أرضية. لما تجيله فرصة يشوط. الكورة اللي عالية وحشة. الكورة على الأرض تقدر تتملي فيها. الكرة على الأرض تتملك فيها. ولما تجيلك فرصة للشوط الجون التاني كان جاي. يتلعب كرة عالية ياخدها شباب الويلي وداخل بتتنخل من مروان تاني. تلعب يا عم. وداخل مع بيكا وبيكا داخل عليه تطلع اوت على بيكا.
ولا لينا؟ لا على بيك. أوت على بيك. يطلع أو التاني؟ بيك برضه. ايه ده؟ وداخل بوحة ويطلع ومصطفى شرقية ياخدها من مصطفى شرقية وفاول على مصطفى شرقية. ايه يا مصطفى؟ هوبا سيف انت الكم هتفصل. ويشوت كوت تيجي في العارضه وتطلع بره. ضربة مرمى بيلعب وداخل عبد الله تروح منه عبد الله وابوحه داخل براسه يطلع حلو يا ابوحه تروح شباب الويلي وتطلع منه اوت خط الهجوم ايه ده؟ بتاعنا النهارده ما عملش اي حاجه خالص خط الهجوم النهارده ما عملش اي كوره خالص ولا شط ولا كوره شطت على الجول هتلعب اوت وحبيبي طلع وداخلين على بعض الثلاثه داخلين على بعض وساب الكره للعشرة وعدى من حبيب وحلوه يا بوحه ويطلع مش عارف الواد بيعدي ازاي منهم تلعب بقوة يعني بقوة بتاخد مصطفى وتطلع قوي حلوة البيت يا عم العب قدام يا عم واخد بالك وحسن داخل وتروح لحسن يا حسن تروح يا حبيب يلا يا بيبو يا رب جون يا رب يا رب جون يا رب بيبو داخل بيبو بيبو في الجون في الجون والجون يصدها والجون يلعب على طول تروح لحبيب صدها تروح لهم تاني لويلي مصطفى داخل ياخدها لعيبه مصطفى يا راجل حلوه 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 لو في الجون حلوه لو في الجون انتوا كده بتبصوا للجون الجون ده مش ده اللي هيخش فيه كوره عاليه ده وتعدي من بيكا ويسيبها تطلع بره خالص
2 و4 دقايق. مصطفى شرقية؟ مصطفى شرقية تتقطع منه؟ يعني بيوقفها وبعد ما يوقفها تتقطع منه؟ مش عارف. حلوة بيك، حلوة بيك. وهيثم كرة عالية؟ ايه يا عم هاشم، احنا كل الكور بتاعتنا عالية، مفيش كرة على الأرض خالص، محدش بص كرة على الأرض لحد دلوقتي. مصطفى واخده في ظهره وبيعدي مصطفى وطالع ويديها لهيثم تتقطع ويجيبها تاني مصطفى يا لعيبه. مصطفى ويعدي ويعدي من الاولاني ويعدي وتعدي من التاني وفاول لمصطفى. حلوه مصطفى يا لعيب، مصطفى مش لاقي حد يبصيله. وعبد الرحمن داخل ويا ريت شوطه حلوه بقى. انتوا بتمرنوا الجون كده؟ الله ينور عليكم. فاول عليه، فاول عليه، فاول عليه. ضربة مرمى تلعب داخل شرقية وعبد الله وثلاثة داخلين على عبد الله، ثلاثة ويعدي منهم عبد الله بالثلاثة وتشد من الفانيلا. حلو عبد الله، يلا يا عبد الله. شيخ من تاني، طب اعمل ايه بقى؟ الحسن ما بيلعبش. حسن مش باين لحد دلوقتي، ما شفتوش شط كوره. هو 17 واقف اهو، واقف من صفه، هو من صفه تيبقى في مكان واحد، وهادي يلعبها تطلع فوق خالص. حد يا جماعه يخش، افتح داخل حسن ومصطفى ويد عبد الله. مش عارف عبد الله مش عارف يوقف، تروح لعبد الله. هو اللي ورا منه ياخدها من بين الاثنين وشوطها تيجي في ظهر مصطفى. لعبها الباك ورا بيشوط جوه جامد وهيثم يقط ويلعبها حلو قوي لعبد الله وتعدي دي. إيه يا جميله جميله جميله، عبد الله ما توقعهاش. كورنر وادي هيلعب الكورنر. يا نهار اسود، لعبها واطيه وحشه وحشه جدا من هادي. هادي مش قادر يرفع الكورة، بس لما تكون الكورة فيها تراب ولا فيها طوب ولا ايه؟ حاج امسك امسك دي واحدة، امسك دي واحدة. هوبا هتخش جون.
مين اللي لعب الكره دي؟ ما شفتهاش، كنت بعد الكاميرا. رفعها يا اسود. ااا رقم 30 نادي رقم 30 يا عم حبيبي. يرفع يلا، وداخل شرقيه وتعدي منه، بيسبق الكره. يا راجل دي كرة تشوطها يا راجل، حرام عليكم بقى يا. ما زالت النتيجة 1-0 لصالح شباب الويلي على نادي الجمارك. هيتلعب الفاول داخل، تتصد ويتفلوا على بعض. انت بتلف حوالين نفسك، وتاني ويرفع تاني، وداخل عبد الرحمن وداخل تاني في النص، وهادي بيطلع. يا راجل بتطلع ايه يا هادي؟ انت بتطلع بقى فاول. حطها هنا في الضله، حطها هنا في الضله، لا في الضله وراكم عشان الشمس هنا، هنا في الضله كده عشان تبرد شويه. حطها وهيثم بيعلي اي، هيثم بيعلي في اي حاجه، في اي حاجه. مصطفى شرقيه وهتروح من مصطفى اكيد كالعاده. ها وتاني مصطفى، يا لعيب يا مصطفى، ها هات هجوم بقى. الجون بيشوط، مصطفى ياخدها، بصيها بقى حلو بقى. واخد بالها، احنا ملناش اي خطورة على المرمى بتاعهم خالص حتى الان. كل حبيب حبيب بيقلش عشان جاي على يمينه، والواد بيعدي من الاثنين وهيعدي من الثالث، لكن بوحة يخش، يخش يا بوحة، حلوة بوحة، ويلعبها لمصطفى. مع حسن بقى لو قوي كان حجز هو كمان. هادي بيلعب اي كلام في اي كلام. اهلا، وبيلم وبيلم. ضربة مرمى ولعبها بوحة، وبوحة مش عارف يلعب ضربة المرمى. انا مش عارف الصراحة اللي هيبقى دي فيها في تعب ولا ايه. يلا مصطفى، مصطفى ربنا يستر ما تطيحش، وربنا يستر ما تطيحش. وفعلا اتقطعت كالعادة. يا مصطفى عارف انها اتقطع. سلام، بيلاقوا بعض وبيباصوا بعض قوي قوي قوي، واحنا بنتفرج. حلوه وبيقط وبيشوط، وحبيب بيطلع. حلوه يا حبيب، العيال بتلاقي بعض قوي قوي قوي. كوره مديها له وحشه يا مؤمن. مصطفى شرقيه داخل، وداخل حلوه حلوه. هادي داخل، العب يا هادي، العب على الصفاره. ركعه ركعه
مفيش كرة بتعدي خالص، مفيش كرة بتعدي من منهم خالص، ولا كرة بتعدي. حلوة يا مؤمن، العب. اوت عليهم، اوت على شباب الويلي والعبها حبيب. وتطلع اوت تاني، وحبيب داخل وكره طويله تروح لمين؟ محدش داخل، مش لاقي حد، والاتنين بيتفرجوا عليه وهو بيلعبها ويطلعها، محدش عايز يخش معاه. حلو يا مؤمن، افتح. واقفين صح، الدفاع واقف صح يعني. كرة ما بتعديش منهم خط 18 خالص. يلا يا هيثم العب كرة بقى حلوة بقى يا هيثم. يا راجل فين دي؟ بعيدة عليك. حلوة، ومصطفى يجيبها. وهو هيلعب الكورنر ولا فاول من عند الكورنر؟ كورنر. وهتفصل برضو الكاميرا تاني عشان سخن. ربنا نشوف بس الكورنر ده قبل ما تفصل الكاميرا. ها؟ ها؟